هذا البرنامج برعاية جوال. كل عام وانتم بألف خير، صوما مقبولا وإفطارا شهيا دوما نتمناه لكم. حلقة جديدة من برنامج تحدي 3G جوال الأقوى فلسطين مع الشبكة رقم واحد في فلسطين، تمتع بأسرع وأقوى إنترنت في الأراضي الفلسطينية. ما تنسوا مشاهدين لتطبيقاتكم، لألعابكم، لاستخداماتكم للإنترنت، دائما إنترنت 3G جوال الأوسع انتشارا. وما تنسوا باقة من الجوائز، مئات ألاف الشواكل بانتظاركم لدى تجديد حزمكم للإنترنت من خلال نجمة 500 سلم أو زيارة أحد معارض جوال. اليوم إحنا في مدينة جنين، واحدة من أروع المدن في مناطق شمال الضفة الغربية، والانتشار الواسع لجوال، وهذا اللي شفناه، الكل مع جوال، مع 3G جوال، لاتصالاته، لاستخداماته، وكذلك أيضا لألعاب الجيمز، خاصة مع فترة الظهيرة هيك في هذه المدن إلى حين الانتعاش التجاري في بقية مدن الضفة الغربية. مع انترنت 3G جوال دائما خليك مبسوط، ودائما خليك كسبان، ودائما خليك على اتصال مع الانترنت في كل زمان ومكان. الو، كيف الحال؟ نعم. اسمع، ده كلك شغله بس بيننا، يعني نعم، ده كلك شغله، ابعد عن البنات، فوتي جوا. يلا يلا، تفضل يلا. قاتلت انا وابوي وخلص، فيش مجال، لازم اخطب انا. قاتلت وابوك؟ بدي اخطب خلص، هو مش راضي وانا بدي اخطب، مش قابل هو، يعني مش راضي. انا بدي اخطب بس انا بظهرك. خلاص يعني اكيد؟ خلص اكيد. اسمع، خالاتك قعدات مش لسه بايمان، ناسيت على العزومي وما احنا رايحين. هسه خلينا موضوع الخطبه لاشرينا من خالاتي. المهم خلاص، انا وابوي هسه يعني عن جد تكاتلنا وملع بيننا وخلاص، يعني انا هسه نتابع الموضوع انا وياك، لو هو ما يتدخلش عادي. المهم بدي اخطب. احنا مع عائلة ابو همام الكل عام العقد مع نت 3G جوال الاقوى في فلسطين، وتحدياتنا اليوم كثير. اليوم برضه هون على نت 3G جوال. ليش نت 3G؟ يعني انا شفت انه نت 3G جوال اكثر نت ريحني، يعني والمناطق اللي فيها يعني بكون سريع كثير، يعني اكثر من الشبكات الثانيه وهيك، فيعني هو اكثر نت ريحني فاستخدمته 3G جوال. هاي شايفه فايته وين؟ والله ببجي. على الببجي. صحيح، يعني للنت، لعمليه، بتعرف انه دائما سرعه الانترنت مهمه. لا اكيد، عشان هيك يعني. طب انت ما هسه في عندك مهمه بتحدي 3G جوال، على الاقل قديش الابديت؟ تعال شوف الابديت كيف السرعه. خلينا نشوف هاي اللقطه مع مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. هاي تحدينا معك، قتلوا وعمل وان كيل. هاي الثاني، هذا نازل فيهم حصد، فنان والله. ما انت كليل يا حمزة. ضيعهم هيك، حمزة راح، ضربنا عين. ضربنا كمبلي. كل عام وانت بألف خير، راح تربح معنا مع نت جوال. حجي شو الأخبار؟ ألو. حجي شو الأخبار؟ الحمد لله. ولا ايش، عادي. اسمعي، الحمد لله. جاي معي اليوم 20 صاحب معي نتغدى عندي، ماشي؟ جاهز يا غدا منيح. اهلا وسهلا، بس بتحبوا تنويع ولا شو؟ لا عادي، اي اشي اعملي. خلص جاج محش، شو ما بدك، شو اللي طابختي انت زيدي. خلص ولا يهمك، اهلا وسهلا. ماشي يلا. طبعا المكالمة تمت من خلال نت 3G جوال.
وجد للأمانة شعبنا معطاء مضياف كريم. مش ردات الفعل اللي بنشوفها في أي دولة عربية ببلش يعني عمليات الأكشن. كل عام وأنتم بألف خير مع نت 3G جوال، الشركة رقم واحد في فلسطين. ألو، سلامات، حرائق، شو أخبار؟ سلام. اسمعي، في اليوم عنا عزومة. شو عنا؟ عزومة لمين؟ أصحابي عازمهم على الفطور. أنا ومن أصحابك؟ أصحاب هيك من أم الفحم من الشغل. كداش واحد؟ أنا حركة 10 أشخاص. لا بتنبح. لا جد، بحكي جد، بمزحش هسا. تقدر تدبري حالك؟ 10 أشخاص؟ يلا حضري، شو بدك أغراض؟ شو بدك أغراض؟ بدي 5 دجاج. بدي 5 دجاج ولا نجيب لحمة أحسن؟ شو تجيب؟ لحمة عجل أشياء. لا لحمة العجل حبيبي. كداش بدك حبة كفة كله؟ تقدر يعني تحضري بتلحكي؟ يعني بلحك بس اسمع. العشر أشخاص كداش مثلا بدهم لحمة هدار؟ يعني احتمال 10 احتمال 15، بجوز صير 20 يعني قاعدين بكثروا. 20 انتو؟ هم 20. خش سبي. احنا خاشو خلص، احنا مقابلين. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من تحدي 3G جوال. تابعونا لا تكونوا عن كتب وعن القرب على كل الجوائز، مئات آلاف الشواكل بانتظاركم. وما تنسوا أحبانا في النت 3G جوال الأقوى والأكثر انتشاراً، وتمتع بالإنترنت في كل زمان ومكان. إلى اللقاء.